السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حاجة انتشرت وجميلة جدا هتعجبكم، اسمها نو كود. يعني ان انت بتبرمج بس بدون ما تكتب كود. عبارة عن ان انت بيبقى قدامك الشكل، مثلا بتعمل ابلكيشن او بتعمل موقع ودراج اند دروب وتظبط بعض الاعدادات، فتلاقي التطبيق او الموقع بتاعك بقى جاهز. دي بعض المواقع زي اندروما. الموقع ده سهل جدا جدا، مجرد ان انت تقول له كريت ابلكيشن وبتمشي مع الخطوات، تبدأ تحط الاعدادات بتاعتك فتلاقي الابلكيشن بتاعك اتعمل، كلها دراج اند دروب. بتبدأ تختار الشكل اللي انت عايزه، حاجة زي كده، ويقول لك حط بقى الصور اللي انت عايزها، حط الاسامي، حط كذا، خلاص الموقع بتاعك بقى، الابلكيشن بتاعك بقى جاهز، وتقدر تحطه على المكتبة بتاعت الاندرويد والابل برضو. دوت اب جيستر نفس الفكرة برضو، برمجة وزاوية كود، نو كود. اب بيلدر نفس الفكرة برضو. الموقع دي خطيرة جدا، بتخليك انت تبرمج بسهولة، بس لو انت عايز تعمل حاجة خاصة للموقع بتاعك لازم طبعا تستعين بمبرمج، لو انت عايز حاجة ادفانسد او عايز حاجة احترافية. ده برضو موقع لو كود. اب باي بتقول له انا عايز اعمل موبايل ابلكيشن او ويب سايت او ان اف تي او تاسك اوتوميشن او تشات بوت جرافيكس. تشات بوت بتقول له لو حد قال كذا تقول له كذا، يعني لو حد قال السلام عليكم تقول له عليكم السلام وهكذا، ردود جاهزة. لو كود ديفلوبمنت ابيا دوت اي او نفس الفكرة. سوفتك برضو كرييت يور وان موبايل ابلكيشن، بتبدأ تحط المعلومات بتاعتك وتقدر تقول له مثلا عايز اعمل حاجة لريستورانت، كرييت ماي ابس، خلاص بيبدأ يعمل لك الابلكيشن. ممكن حاجة بروفيشنال سيرفيس، بيبدأ ان هو يجيب جهاز لك الاعدادات، والموضوع بيبقى سهل جدا وجاهز. زي مثلا دوت اهو، مجرد ان انت بتختار من هنا الحاجة اللي انت عايزها، عايز مثلا ميديا، بتبدأ تسحب وتبدأ تحط، تمام، ويبدأ تظبط الاعدادات وتغير مثلا الكلمة اللي هتتكتب هنا، تلاقي الموقع بتاعك او الابليكيشن بتاعك اتعمل على طول، وزود اني كود من غير ما تقعد تكتب شفرات واكواد. ان شاء الله تبقى فيه دروس لكل واحد فيهم لوحده يعني.